بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الاختبار رقم 2 من اختبارات كتاب المعاصر، بوكلت 26 امتحان. طبعا احنا حللنا امتحان امبارح، وزي ما اتفقنا كل يوم هنزل امتحان كده، وكل ما يزيد معدل المشاهدة أنا هزود في الامتحانات، ممكن أحل 2 و3 في نفس اليوم. لو أنت عايز تسمع الامتحان اللي فات، الامتحان الأولاني هو موجود على القناة، وأنا عملت بلاي ليست وهتلاقيها في الوصف بتاع كل فيديو من الفيديوهات دي. هنمسك الامتحان نحل ونحلله كده ونطلع كل الملحوظات اللي فيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب كومنت وتشير الفيديو كده بين زمايلك. تعال نبدأ كده بسم الله. أول سؤال بيقول لي someone who is paid، paid يعني بيدفع له. وعندك في الوظائف في نوعين من الوظائف، في badly badly paid jobs، في وظائف سيئة الراتب راتبها محدود يعني، والعكس بتاعها اسمه well paid jobs اللي هي وظائف اللي مرتبها كويس. فأنت دور لك على واحدة well paid وابعد عن badly paid. المهم to work for an organization is called an، الشخص اللي بياخد مرتب عشان يشتغل في منظمة، في مؤسسة أو منظمة بنسميه manager، ده اللي هو المدير، ولا client العميل، ولا employee الموظف، أكيد هي دي الإجابة، ولا applicant المتقدم للوظيفة، أكيد employee. وأنت بقى راجع معايا سريعا كده الفرق بين كلمة employee يعني يوظف، ده verb معناها يوظف، سواء يوظف شخص في مكان أو يوظف قدراته مثلا. طيب employer، employer دي معناها صاحب العمل ومعناها جهة التوظيف. فأقول لك مثلا this company is the best employer in Egypt، الشركة دي هي أفضل جهة توظيف في مصر، أو مستر عمر is my employer، مستر عمر هو صاحب العمل مديري يعني. عندك كلمة employment، الكلمة دي ممكن تساوي job، بس سوري تساوي a job، علشان انت عارف ان كلمة job اسم يعد لكن employment لا تعد. في employment هنا بتساوي كلمة job معناها وظيفة يعني، بس لاحظ ان employment ما يجيش قبلها a. الحاجة التانية ان كلمة employment معناها استغلال او استخدام، لما نيجي نقول مثلا the employment of solar energy، استغلال الطاقة الشمسية. طيب employment برضو معناها توظيف، توظيف بمعنى all the youth are searching for employment، كل الشباب يبحثون عن التوظيف. طيب عندك كلمة اسمها employee، ده كلمة كده زيها كلمة worker بالظبط، ده معناها العامل، الراجل اللي بيشتغل عند حد وبياخد مرتب اسمه employee. لما يجي يقول لك مثلا علي، علي is searching for not job، يا ترى هنا هنيجي في الاختيار الاولاني نقول job ولا نقول employment، employment الطبيعي انك عايز تقول لي علي بيبحث عن وظيفة، بس انت مش هتاخد job، هتاخد employment، لان job دي عايزة يكون قبلها a وانت مفيش قدامك هنا a. طيب الجملة التانية بقى اللي معانا، فاحنا كده خدنا في اول واحدة employment، ركز. الجملة الثانية بيقول لي it is said that، يقال بأن the poverty rate معدل الفقر in the world has increased not during 10% يعني during معرفش ايه كده. قبل ما احل الجملة دي وكالعادة تعالى نطلع الملاحظات اللي فيها. اولا كده عايزك تعرف increase يعني زيادة، حلو، in ايه by كذا، زيادة في كذا بنسبة كذا، عايز اقول لك مثلا في زيادة في المياه بنسبة 10%، يبقى increase in water زيادة في المياه by 10%. خد بالك انا هكتب لك percent او ممكن نعمل العلامة دي الاتنين ينفعوا. طيب وعكس increase decline زي ما انت فاهم يعني. في الجملة بقى بيقول لك ايه، بيقال بانه في زيادة in ولا by، طبعا هو الراجل قال لك 10%، يبقى انت عايز بنسبة 10% يبقى by. الجملة التالتة being not of his friends he always annoys them، annoys them يعني ضايقهم، لكونه ايه من اصدقائه دايما بيضايقهم. jealous اللي معناها غيور، precious معناها ثمين او ذات قيمة يعني، tolerant معناها متسامح، ولا dependent معناها اعتمادي على او معتمد على، لكونه غيورا فهو دايما بينرفز العيال زمايله. وهنا حضرتك لما نيجي عند كلمة independent عايزك تقف كده معايا وتعرف الكلمتين دول وهما في المنهج. طبعا كل الملاحظات اللي بحاول اقولها في الامتحانات بحاول التزم بالمنهج قدر المستطاع عشان ما نسرحش بعيد يعني. طيب بص يا فندم، انت عندك كلمه depend، depend on زيها كلمه count on، زيها زي كلمه bank اللي هو البنك بتاع الفلوس يعني، on زيها زي rely، الناس دي كلها بتاخد on وكلهم كده معناهم يعتمد على. وبالمناسبه ما تنساش ان كلمه bank اللي هي ضفت ثلاثه بس مش اكتر، النايل والريفر والليك البحيره، احنا ممكن نقول ضفت حد من الثلاثه دول. طيب امال ايه بقى dependent، dependent on ديت adjective معناها اعتمادي على او معتمد على. طب independent، independent مع حرف الجر of، ودي معناها مستقل
عن. يبقى انت تركز كده يا حضرتك ان معتمد على معاه اون لكن مستقل معاه اوف. طيب نرجع بقى للجمله اللي بعد كده عشان ما نكترش فيديو زي المره اللي فاتت تشتكوا. الفيديو رقم السؤال رقم 4: We are not to all those people who donated their money. Donated يعني تبرعوا. احنا ايه لكل الناس اللي تبرعوا بفلوسهم علشان منظمه او مؤسسه الناس هوسبيتال دي. Stressed معناها متوتر، بورد معناها زهقان او ملة، grateful يعني شاكر او ممتن، اكيد هي دي، وسكيلفول يعني ماهر. احنا ممتنين لاولئك الذين تقدموا بتبرعات. بس هنا في ملحوظيه كده عايز الفت انتباهك ليها لانك انت ممكن تصطاد فيها في الامتحان. انت عارف ان كلمه شاكر او ممتن ليه اسمها grateful. grateful او thankful. thankful to، خد بالك دول adjective يعني ايه شاكر او ممتن دول صفه. لكن لما تيجي عند كلمه appreciative of معناها مقدر لي برضو، يبقى خد بالك thankful to و grateful to، لكن appreciative of هما الكل معناهم شاكر او مقدر لي، بس هنا of لكن هنا to. طيب في كمان حته ممكن اقول لك: we not those who help us. يا ترى هنا هنقول we appreciate ولا يديك grateful وثانكفول وحاجات كتير؟ انت اكيد ترجمت الموضوع ما بتحلش بالحب. نحن نقدر، نقدر دي عباره عن فيرب فتاخد ابريشيت، لكن grateful دي صفه. فكنا قلنا we are grateful وهكذا، وتكمل الجمله بقى. الجمله اللي بعدها بيقول لك: when something gets better it ايه؟ it dissolves ولا declines ولا approves ولا improves. قبل ما احل الجمله ركز الكلمتين دول سريعا برضو مش هطول عليك. يعني عايزك تعرف ان كلمه improve دي، واحنا قلنا الكلام ده اكتر من 70,000 مره، معناها يحسن ومعناها يتحسن. تمام، يحسن يبقى معناها هيساوي كلمه ميك بيتر، ميك شيء بيتر. طب لو معناها يتحسن فتبقى هتساوي جيت او بي بيتر. فاقول لك مثلا على سبيل المثال: يور هيلث. يور هيلث يعني صحتك، نوت هنا ممكن نقول امبروفد يعني صحتك تحسنت. وممكن اقول لك صحتك جوت بيتر اللي معناها تحسنت برضو دي لكن ما ينفعش اقول لك مثلا your health made better. made better معناها حسنه، make better يعني يحسن، احنا عايزين يتحسن. ارجع كده لجملتنا تاني بقى. فهنا الراجل بيقول لك في الجمله: when something gets better، لما حاجه يتحسن ده معناها ان هي improve يتحسن. طيب اللي بعدها بيقول لك: the earthquake caused ruins، ان الزلزال تسبب تلف او دمار يعني. which need many years to be، اللي محتاجه سنوات عديده لكي. damage تدمر، والالتر تتبدل او تتغير يعني. ignore يتجاهل، والادوب تتبنى. فاكيد محتاجين سنوات عشان نغير الوضع. before asking for your rights، قبل ما تسال عن حقوقك، you should be aware of، لابد ان تكون واعيا بي. aware of يعني واعي بي او مدركا ليه. due to her efficiency، بسبب كفاءتها. هنا بقى انت عايزك تعرف ان كلمه due to من الكلمات اللي بستخدمها عشان ابين الريزن. اي كلمه معناها لان، اي كلمه معناها لان او بسبب، يبقى دي بتبين الريزن او الكوز، سواء due to، because of، owing to، thanks to كده يعني. she will be promoted، سيتم ترقيتها. ما تنساش ان كلمه بروموت يعني يرقي، بروموت يعني يعلن عن، وبروموت يعني يحفز او يدعم. another word for efficiency، كلمه ثانيه معناها الكفاءه. طيب تعال نشوف كده كلمه recession دي اللي هو الكساد الاقتصادي يعني ازمه اقتصاديه وكده. laziness اللي هو الكسل. effectiveness اللي هي الفاعليه والاثر، واجريشن اللي هو العدوان. فطبعا كلمه efficiency الكفاءه بتساوي الفاعليه. have you considered، انت عارف ان consider ing لكن think about ing، فانا هاخد له spending. طبعا انت حافظ الكلام ده. she stupid not many candies. بص انت عارف ان stop حاجه هتفكر في حاجه من اتنين، يا اما ing يا اما to المصدر، لكن to eating و eat دي مش موجوده خالص. stop eating معناها بطل ياكل، لكن stop to eat معناها يتوقف لكي يأكل. هنشوف بقى الراجل عايز يقول ايه في الجملة. she stopped not many candies as she used to when she became diabetic، لما اصبحت مريضة سكر هي بطلت تاكل. يبقى stop ing. حتة سريعة كده واخذة سريعة هقول لك عليها برضو. انت عارف ان stop ممكن نستخدمها باكتر من شكل. ممكن اقول لك stop والفعل مضاف ل ing، ممكن اقول stop to والفعل في المصدر. في stop تانية بقى غير دي خالص، بنجيب بعدها مفعول وبعدين ing، ممكن كمان نجيب بعدها مفعول وبعدين from ing. الفرق بين الاثنين كالتالي: stop ing معناها يبطل يعمل شيء. طب stop to المصدر معناها يتوقف لكي يفعل شيء معين. الاثنين دول معناهم يمنع شخصا من فعل شيء، يمنع شخص من
فعل شيء. عايز اقول لك مثلا ان الضابط منعنا من التدخين، يبقى هنقول بقى ما ينفعش غير انك تقول دي بس، لكن دي ملهاش علاقه بالموضوع. ما ينفعش غير انك تقول دي، انك تقول للذا اوفيسر، ذا اوفيسر ستوبد مي سموكينج، او ذا اوفيسر ستوبد مي فروم سموكينج. طيب ارجع بقى لجملتك كده وكمل. بيقول لك افويد، افويد اي ان جي على طول، طبعا انت فاهم يعني افويد نوت يور تايم، يبقى افويد ويستنج من غير تاخد بالك. هاف يو سوت زي ما قلنا ثينك اباوت، لكن كونسيدر اي ان جي، يبقى سوت اباوت سيلينج. ليتس نوت ذس نيو كلاب، ات از سيد ذات ذا فيرست تو مانثس ويل بي فري. هيا نلتحق بهذا النادي، يلتحق بيه يعني جوين، كلهم جوين يا مستر، بس انا عارف ان ليتس بعدها الفعل في المصدر، احفظ دي واحرفها كويس عشان دي مهمه، ان كلمه جوين دي ممكن نحط مكانها كلمه ان رول، بس ان رول لازم بعدها حرف جر اون، فجوين ا كورس او ان رول اون ا كورس. واي نوت وي هاف لانش ات ذس ريستورانت داد، لما لا نتناول الغداء في هذا المطعم، يبقى واي دونت وي. بالمناسبه انت ممكن تقول واي نوت، واي دونت وي هاف، او واي نوت هاف، وتكمل الجمله. وي اول لوك فورورد تو اي ان جي، ادي هنا بي تو بي بينج، اكيد تو بينج، لوك فورورد تو اي ان جي. يو شودنت تايدي يور بيدروم، يا ابني انت المفروض ما تنضفش اوضتك انت. Study your lessons، روح انت ذاكر بس دروسك ربنا يهديك، and you will، وتتنظف لك غرفتك. عند السببية دي انا عايز اقولها لك في كلمتين اتنين مختصرين جامدين. اكيد انت بتعمل سكرين شوت اول باول، لو في حاجة ما عملتش سكرين شوت ارجع لها في فيديو هاتها تاني. عايز تعرف ان السببية دي فكرتين اتنين يا جدعان، اما انك يكون عندك جت، وبعدين اللي هيتعمل سواء جت او هاف يعني، والشيء اللي هيتعمل وبعدين البسط بارتيسيبل. سيبك من حته جيت وهاف وعاقل وغير عاقل، لان الكلام ده هيغرقك. ممكن نستخدم جيت ونجيب بعدها اللي هيعمل وبعدين تو والمصدر، ممكن نجيب هاف وبعدها اللي هيعمل وبعدين برضو الفعل في المصدر. طيب المثال بقى عشان افهم، عشان الكلام ده انت يعني ممكن تكون انت لخبطت فيه بعضه كده، تعال نشوف كده المثال. طيب بص يا سيدي، اولا جيت تو هاف اللي هيتعمل، على سبيل المثال انا عايز العربيه تتغسل، يبقى جيت ايا كان بقى، اي ويل جيت مثلا ماي كار، سيارتي، وبعدين هتتعمل يعني واشد. سواء انت قلت لي جيت هنا او قلت لي هاف، الاثنين ينفعوا. يبقى اي ويل هاف، اي ويل جيت ماي كار، ماي كار الحاجه اللي هتتعمل اهو واشد. طب انت هتخلي احمد يغسل السياره، يبقى جيت مين اللي هيعمل؟ احمد، يبقى جيت احمد تو واش ذا كار. طيب او انك تستخدم هاف برضو، ومين اللي هيعمل الحركة دي؟ مين اللي هيغسل؟ أحمد، يبقى هاف أحمد، وبعدين تجيب لي بعدها المصدر الهوش. القصة مش محتاجة أي بتاع يا جدعان، أقسم بالله هي قصة لطيفة ظريفة. طيب بس ممكن الراجل يقول لك yesterday، yesterday I had my car washed، بالأمس غسلت سيارتي. خد بالك هي هاف واللي هيتعمل باست بارتيسيبل. أو ممكن أقول لك you should، خد بالك من التركيبة الغريبة دي، have had your car washed. تحس الدنيا بدأت تدربك، بس الدنيا بسيطة والله. انت عارف ان should have بيجي بعدها الباست بارتيسيبل، لو انا عايز اقول لك كان يجب ان تفعل، صح؟ طيب ادي should have والباست بارتيسيبل من have اللي هي بتاعت السببية، ما هو انت عارف ان have واللي هيتعمل والباست بارتيسيبل، كل ما في موضوع انك خليت دي had عشان should have والتصريف التالت، بس مش اكتر من كده. الموضوع لطيف يا جماعة، ليس بحياة الا دربكة. بيقول لك بعد كده في رقم 16، يو شودنت تايد، قلنا ما تنظفش يا ابني اوضتك، سيبها في حد هيعملها لك. يبقى هاف تو دي مش موجوده، اصل هاف تو تايد ات يعني انت اللي هتنظفها، وهو بيقول لك ما تنظفهاش انت. جيت مي تايدي، يجعلني انظفها، يعني انا اللي هعمل ده اللي هيعمل، فكان المفروض تو المصدر اصلا عشان تفكر فيها. طيب جيت واللي هيتعمل اللي هي الغرفه، وبعدين الباست بارتيسيبل، يبقى دي مظبوطه. اللاو مي وبعدين تو المصدر، فدي برضه باظت. اذا الاجابه اصبحت رقم سي. السؤال اللي بعد كده يا شباب سؤال القطعه، بيقول لك وات دو يو نو، ماذا تعرفه اباوت نوبل برايس، تعرف ايه عن جائزه نوبل؟ هاو ماتش ار ذي، وهم هم مبلغهم كام يعني، او هم مقدارهم قد ايه؟ تو هوم ار ذي اوفرد، بيعطوا لمين وليه وامتى؟ نوبل برايز يا عم، جائزه نوبل دول اوردد انوالي، بيتم منحها سنويا، for distinguished work، الاعمال المميزه في مجالات الكذا. طبعا انت قرات الاسئله اكيد قبل ما تيجي تحل، وقيته بسالك ورا بيقول لك كم عدد المجالات اللي بتقدم فيها، فاحنا هنبدا نحل سؤال بسؤال. in chemistry، physics، psychology، or literature and international peace. ادي 1 2 3 4 5، يبقى كم مجال كده؟ 5 عشان نحتاج دي. we made were made available by a fund bequeathed for the purpose by the Swedish
فلسفه ما اعرفش، المهم اسمه عم الفريد نوبل ده، بيقول لك ان هي بتم يعني بتورث او ورثت او هي نتيجه لوصيه من الفريد نوبل. The will of the Swedish chemist، الوصيه اللي اتركها هذا الكيميائي السويدي engineer and industrialist Alfred Nobel، المهم يعني established the Nobel Prize سنة 1895. هو أسس الجائزة دي من 1895. الجوائز بتمنح من 1901، are administrated by the Nobel Foundation in Stockholm، بتتم تقديمها في منظمة اسمها في مكان اسمه ستوكهولم. In 1969، في 1969 جائزة for economic endowed by the Central Bank of Sweden was added، تم إضافة جائزة تانية منحت، أو كلمة endowed يعني أكيد منحت من سياق الموضوع كده، بواسطة البنك المركزي السويدي. Candidates for the prize must be nominated، المتقدمين للوظيفة دي لابد أو للمنحة دي لابد إن هم يتم ترشيحهم في مجال الكتابة by qualified authority qualified in writing، يعني بيتم ترشيحهم كتابة بواسطة هيئة منظمة يعني مؤهلة لذلك في مجال المناسبة المنافسة. Candidates are judged by Swedish and Norwegian academics، الأكاديميين النرويجيين والسويديين هم اللي بيحكموا الشخص ده ياخد ولا ما ياخدش الجائزة. The awards are usually presented in Stockholm، دي بيتم تقديم الجائزة في ستوكهولم on December 10، برغم ان ديسمبر شهر بياخد ان، بس احنا خدنا اون عشان هنا في 10 يوم 10. Which the king of Sweden of officiating appropriate tribute to Alfred Nobel، المهم بقول لك ان الملك بتاع السويد هو اللي بيسلم الجائزه، فده بيزيد الجائزه اجلالا ومكانه يعني. Each prize includes، كل جائزه بتشمل على، وهي بقى عليها برضو سؤال ورق، انت اكيد لو قرات القطعه اكيد انت قرات الاسئله هتلاقي دي موجوده، بقول لك كل جائزه بتشتمل على ميداليه ودبلومه وكاش شيك كاش يعني فلوس بتقدر بواحد مليون دولار، يبقى ثلاث حاجات. It's a great honor، ده فخر عظيم جدا لأي شخص إن هو ممكن ياخد جائزة زي كده، because they are widely regarded، لأن هم لهم احترامها، الجائزة لها احترامها على مستوى العالم. As the most prestigious award، أكتر جائزة ذات قيمة يعني وبرستيج، available يعني متاحة in their respective fields، في هذه المجالات ذات القيمة. في 1978 الرئيس السادات فاز بالجائزة دي، تعال بقى عشان برضو في حتة عليها أسئلة ورا كده، بقول لك إن رئيس السادات فاز بالجائزة دي، رئيس السادات ده راجل سياسي يعني هو فاز بها في المجال السياسي. في 1988 سنة ميلادي يعني نجيب محفوظ، أنا كنت وش الخير على نجيب محفوظ ده والله، نجيب محفوظ في 1988 نجيب محفوظ منح الجائزة as the first Egyptian and Arab، كأول مصري وأول عربي يفوز بالجائزة دي في مجال الأدب. دكتور أحمد زويل برضه فاز بالجائزة في 1999 في مجال الكيمياء. Do you think other Egyptians، هل تعتقد إن في مصريين تانيين هيحصلوا عليها؟ أتمنى يكون واحد منكم إن شاء الله. طيب يبقى كده كم واحد مصري؟ الرئيس السادات ونجيب محفوظ واحمد زويل، ثلاثة. عايزين كمان واحد يا جماعة بالله عليكم. المهم اول سؤال بيقول لك the best title، افضل عنوان ممكن نحطه للقطعة ديت. Nobel Prize is easy to win، انها سهلة الفوز بيها، طبعا مش سهلة، ده في لجنة بتسلخ جلدك عشان تاخدها. The Nobel Prize، اه الموضوع عن جائزة نوبل تمام. A prize is for celebrities، الجوائز التي تمنح للمشاهير، هو ما قالكش للمشاهير، قالك للمتميزين في المجالات العلمية وكده. نوبل great scientist، هو بيحكي لي عن نوبل اتولد فين وعاش فين ومات فين، لا ما حكاليش عن كده، الراجل بيحكي لي عن ذا نوبل برايز، لجائزة نوبل. لاحظ ان عمل لك ذا نوبل برايز عامل ان كابيتال والبي كابيتال. according to the passage، وفقا للقطعة. الانتونيم عكس بتاع كلمة available، available يعني متاح، هل متاح عكسها reliable موثوق فيه، ولا unpredictable يعني غير قابل للتوقع، ولا accessible يمكن الوصول اليه، ولا عكسها unobtainable يعني غير ممكن الحصول عليه، يعني المتاح يمكن الحصول عليه لكن ده غير يمكن او من الغير ممكن ان نحصل عليه او من غير الممكن ان نحصل عليه. طيب President Sadat won the Nobel Prize for his positive A role، الرئيس سادات فاز بالجائزة دي على دوره الكيميكال الكيميائي، ولا بوليتيكال السياسي، ولا العلمي، ولا الادبي، اكيد في مجال السياسة. ايه من دول summarize بتلخص لك the passage القطعة كلها؟ اول حاجه الفريد نوبل ليفت مليون دولار، ان الفريد نوبل ساب مليون دولار في الجائزه، ولا كل الفائزين بيتشاركوا يعني كل الفائزين بياخدوا مع بعضهم شركه كده مع بعض المليون دولار، طبعا دي مستبعده خالص. اتس جريت اونر تو جيت نوبل برايز ان كيمستري، من الفخر العظيم ان تحصل على الجائزه دي حلوه. بيبل شود دو سمثينج جريت تو وين ذا برايزز، ان الناس لابد ان يفعلوا شيئا مميزا حتى يحصلوا على الجائزه. بص يا باشا، الراجل اللي رقم سي دي صح، بس هو الراجل قال لك ايه، من الفخر ان تحصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء. طب المجالات الاخرى وحشه؟ لا، يبقى كده الاجابه فعلا رقم دي
ان الناس لابد ان يفعلوا شيئا مميزا حتى يحصلوا على الجائزه. طيب زرنا winners of Nobel Prize، الفائزين بجائزه نوبل كان جيت بيحصلوا على ميدال اند كاش ماني، ميداليه وفلوس، دبلومه، بيحصلوا على دبلومه، ايوه ما هم باخدوا دبلومه فعلا بس مش فري فلايت، رحله مجانيه، دي صح لكن دي غلط، نايس جوب وظيفه، لا مليون دولار اند اكسبنسيف اورد، هم باخدوا مليون دولار بس مش باخدوا جائزه غاليه، يبقى رقم ايه اللي صح؟ ليه الفريد نوبل تشوز سيرتن فيلدز؟ ليه اختار مجالات معينه؟ عشان تو هي ديسلايكد، لانه بيحب المجالات الثانيه، بيكره المجالات الثانيه، ولا لكي يحفز العلماء لكي يخدموا البشريه زي ما هو قال، ولا اراد ان يدمر البشريه، ولا تو بي فيمس عشان يبقى مشهور ويصيط نفسه؟ لا رقم دي عشان هو يريد ان يحفز العلماء الاخرين لخدمه البشريه. ذا نوبل برايز از نوت ذان اذر برايزز، جائزه نوبل هي ايه بالنسبه للجوائز الاخرى؟ هو اعظم، ولا في قطعه واحده من اعظم الجوائز. بعد قراءه القطعه كم عدد المجالات؟ احنا قلنا كم مجال؟ خمسه، علمنا عليهم كمان بالقلم، فانت ارجع لهم لو انت نسيتهم. Did you know، هل تعرف that animals can spy and retrieve information، تعرف ان الحيوانات ممكن تتجسس وتستدعي او تتذكر المعلومات اللي هي سمعتها؟ People have trained animals to perform useful tasks، الناس كانوا بيدربوا الحيوانات للقيام بمهام مفيده، do entertaining tricks، ويعملوا خدع مسليه، and provide information at spies during war time، ويعملوا يوفرهم او يجيبوا معلومات كجواسيس في وقت الحرب. Often the techniques and the principles used to train animals for useful tasks have their roots، ان القواعد والقوانين والنظريات اللي كانوا بيستخدموها عشان يدربوا الحيوانات اصلا لها جذورها في البيهيفيورال كونديشننج اللي هو النظريات السلوكيه. As first described by B.F. Skinner، زي ما وصفها سكينر اللي هو عالم النفس، subjects are trained to do things voluntarily based on cues in the environment، بقول لك ان كل حاجه بيتم تدريبها انها تعمل سلوكيات معينه وردود فعل معينه وفقا لامور في البيئه، البيئه اللي هم عايشين فيها طبعا مش البيئه بتاعه الحياه يعني. rewards or consequences، الجوائز او التوابع، shape likelihood، وخد بالك ده عليها سؤال ورا في القطعه اللي هو الايه اللي بيشكل احتماليه ان ان الحيوان ده يكرر سلوكه، rewards والconsequence اللي هو الجوائز والتتابع، يعني ايه انك كل شويه تعمل جرس فالحيوان يفتح الباب فتديله اكل، المرة التانية تعمل جرس فيروح فاتح الباب عشان ياخد اكل، طب لو هو تكاسل مش هياكل، عشان كده هو يعمل نفس القصة عشان ياكل يعني. In classic experiments، في التجارب الكلاسيكية، animals learn associate an action without a reward، الحيوان بيعمل علاقة بين الجائزة وبين الحدث الفعل اللي هو يفتح الباب عشان ياكل. During the cold war، اثناء الحرب الباردة، ravens اللي هي الغربان يعني were trained to deposit، كانت بتتدرب عشان تأمن أو تود and retrieve، تؤمن المعلومات أو الأشياء. The birds could organize characteristics of objects and would be instructed accordingly، بقول لك إن الطيور دي كانت بتعرف تتذكر تتعرف على خصائص الأشياء، عشان كده كان بيتم تدريبهم بهذا المنطلق. عشان كده الرافن اللي هي الغربان دي could be taught to always fly to a larger or small table، ممكن الغربان بيتم تدريبهم إن هم يطيروا لحد ما يوصلوا عن ترابيزة كبيرة أو صغيرة يعني علامة يعني. Ravens are also able to carry quite a bit of weight، ممكن تشيل ثقل، الثقل ده بيكون فيه الرسالة اللي احنا عايزين ننقلها من مكان لمكان. وكالات الذكاء أو جهات المعنية بالذكاء يعني have also experimented with training cats، بدأت تدرب القطط. In one such instance، في مثل هذه الحالة، each felin دي القط الصغير يعني was fitted with a wire، بيكون مربوط في حبل، battery وبطارية، and instruments to create a transmitter، وأجهزة تانية بتعمل منهم جهاز إرسال. while directing the cat remotely with ultrasonic sound، بيتم توجيه القطة من بعيد عن طريق الموجات فوق الصوتية. operators، الناس اللي هم العلماء دول يعني اللي مشغلين الموضوع ده، could eavesdrop، eavesdrop يعني يتصنت على، over here يعني on critical communications، بيتواصلوا بيتصنتوا على المحادثات اللي بتحصل بشكل لها قيمة يعني critical. advocates of such program cite animals low proficiency and benefit low profile sorry and benefit، people are less likely to pay attention to an animal، بيقول لك ان الناس اللي شغالين في المجال ده بيقولوا ان الحيوان لما يكون دخل في مكان فاصلا ما بيجذبش انتباه حد، قط دخل البيت فخلاص شكرا الموضوع ما فيهوش مشكله يعني. بالإضافة لكده في الحيوانات ممكن كمان تدخل في أماكن الناس البشر ما يعرفوش يدخلوها. On the down one on the downside، فيما يتعلق بالعيوب بقى، فالحيوانات بتتطلب تدريب مستمر ورعاية وتتطلب كمان حفاظ عليها. The details of a specific intelligence program actually put into
يوز ار ريلاتيفلي انون، حتى التفاصيل بتاعت البرامج اللي بيستخدموها عشان يدربوا القطط والحيات دي مش معروفه. Many documents are recorded and records are classified information or have since been destroyed. بقول لك الكثير من السجلات اللي الحيوانات دي بتجيبها ممكن تدمر. قط ينزل في ميه يشرب مثلا هو راجع فدور بوظ الجهاز. It is safe to say, ممكن نقول بأمانة يعني, that studies in animal training for intelligence and security tasks continue. إن الدراسات ما زالت مستمرة لاستخدام الحيوان في التجسس والحاجات دي. K9 dog, كلب اسمه K9, police and units are one such example. بقول لك إن في كلاب اسمها K9 بيستخدموها في البوليس وبتستخدم على نطاق واسع كل داخل فوق. تعال نشوف. أول سؤال بيقول لك the synonym of the underlined word eavesdrop. كلمة eavesdrop قلنا معناها يتصنت على, يبقى دي معناها اوفر هير. لكن اوفر اتشيف يعني يحقق انجازا عظيما او انجاز مبالغ فيه. اوفر اكت يعني يمثل تمثيل مبالغ فيه. اوفر هيت يعني يزود في التسخين. فكلمه اوفر دي دايما ما هيزود فيه. فلما تقول اوفر سليب يعني يزود في النوم, راحت عليه نومه. وات از ذا وان بنفيت اوف يوزنج انيمال, ايه الفايده من استخدام الحيوانات في الدراسه؟ زي كان كم اند جو ويزاوت اتراكتنج, هي دي. ان هو ممكن يدخل مكان ويطلع من مكان من غير ما يجذب انتباه. لكن انا بتطلبه مجموعه تدريب, هم بيتطلبوا تدريب ايوه فعلا, بس هو بيقول لك على المميزات والمنافع مش العيوب والتكلفه. زي نيد كير, محتاجين كير زيها زي اللي قبلها برضو. دي كان اندرستاند كريتيكال كوميونيكيشنز, القطط ما بتفهمش التواصل الدقيق, القطط بتنقله بس. يبقى كده احنا خدنا 26, خدنا ايه؟ الراجل بيقول لك في السؤال ده وات ذا مين ايديا اوف سكند باراجراف. لو انت رحت للباراجراف الثاني هتلاقيه كاتب في اوله ذا تكنيكس اند برينسيبلز يوزد تو ترين انيمالز. يبقى كده انت بتتكلم على مين؟ Explain the principles used to train animals. طيب السؤال اللي بعدها, واحد من العيوب اللي احنا لو بنواجهها لما نيجي نستخدم الحيوانات, هل يا ترى الاولانيه ان هي الاسعار بتاعتها low cost, اسعارها رخيصه, ولا specific food, طعام معين, ولا special places, ولا constant maintenance؟ الراجل في القطعه قال لك ان احنا ممكن نستخدم القطط بس هي بتحتاج training, ongoing training و care و maintenance. يبقى دي واحده من العيوب, يبقى رقم ايه على نص القطعه. طب 29 بيقول لك the best title for the passage, افضل عنوان ممكن نحط للقطعه ديت, police dogs, كلاب البوليس, trained cat, قطط مدربه, ولا حيوانات البريه, ولا special tasks, special tasks المهام الخاصه التي يقوم بها الحيوان. To make sure that action would be repeated, عشان نتاكد ان في حدث ممكن يتكرر قدامنا. الناس بيدوا الحيوانات ايه؟ قال لك بيدوا الحيوانات جوائز اللي هي rewards, لما يفتح الباب نديله اكل فيعملها تاني. Training animals, تدريب الحيوانات. Training animals to do tasks depend on, تدريب الحيوانات للقيام بمهام ده بيعتمد على نظرية السلوكية أو نظرية الذكاء اللي هي intelligence theories. طبعا feeding animals, إطعام الحيوان ممكن يأكل وينام عادي, natural laws, capturing animals. Shape the likelihood, likelihood بيمثل احتمالية repeated behavior, السلوك المتكرر in the future, في المستقبل. افتح الكتاب قدامك الباراجراف الثاني, ادي سطر 2 ثالث سطر, هتلاقيه كاتب لك rewards or consequences shape the likelihood. يبقى consequences و rewards, يبقى انت كده عايز ايه ان سي. سؤال القط, السؤال الترجمه بقى تشوف مين الصح ومين الغلط. بيقول لك it is a must او it is a necessity زي ما اتفقنا to deal with the environmental problems, ان نتعامل مع المشاكل البيئيه بجديه before it is too late for the planet, قبل فوات الاوان على الكوكب. اول جمله بقول لك من الواجب ان يتم تعديل, ما قالكش في الجمله تعديل والله خالص. وبعدين المشكلات البيئيه بشكل خطير برضو ما قالش كده في القطعه, ده قال لك ان نتعامل مع المشكلات البيئيه بجديه, ما قالكش خطير خالص. طب الثاني رقم بي, يجب القضاء على, ما قالكش جيت ريد اوف خالص في القطعه برضو, والا سنتاخر على كوكبنا, ما قالش نتاخر. طب من الضروري يتم التعامل مع المشكلات البيئيه بجديه قبل فوات الاوان, هي رقم ج اللي صح. طب الاخيره برضو الغلط فيها, بيقول لك يجب ان نتخلص, ما هو ما قالش نتخلص, متناهيه الخطوره, ما جابش سيره خطوره يا جدعان, قال لك سيريسلي بجديه, ما جابش سيره خطوره خالص في الموضوع. طيب القطعه الثانيه بيقول لك do you know people are more likely to catch cold when they are unhappy or under stress, هل تعرف ان الناس قد يكون من المحتمل ان يصابوا بالبرد عندما يكونوا حزناء, او عند الحزن يعني, او عند الوقوع تحت تاثير الضغط. أول واحدة, هل تعلم أن الناس من المحتمل بشكل كبير أن يصابوا بالبرد عند الحزن أو عند الوقوع تحت ضغط؟ الإجابة دي صح. طب الباقيين غلط, تعال نشوف. هل تعلم أن الناس قد يحبوا, نقولها كده باظت, يحبوا إزاي بقى؟ هل تعلم أن الناس قد يحبوا ومعرفش إيه باظت. هل تعلم أن هناك محبة برضو باظت. مش لازم تطلع أكتر من كلمة, هي كلمة واحدة باظت الجملة. هل تعلم أن كثير من الناس ينقلون البرد للآخرين برضو كده خربت مش باظت بس.
طب الترجمة اللي بعدها 35 بيقول لك a lot of الأول تبذلوا الكثير من الجهود العظيمة لحماية الحياة البرية من الانقراض، ولكننا لا نزال بحاجة للمزيد. A lot of great efforts are made to protect the wildlife فعلا from extinction من الانقراض، ولكن نحن ما زلنا بحاجة كثير. رقم ايه دي اللي صح؟ طيب الباقيين غلط، تعال نشوف. A lot of great efforts are done، الصلاة على النبي من اولها كده غلط. ليه؟ لانك انت عارف انك بتقول make efforts مش do efforts، هنا غلط باظت. To predict كمان باظت، عشان قال لك لحماية يبقى protect مش predict، فدي كده كده باظت بالسودس. شكرا مش هنكمل. Many efforts have exerted الكثير من الجهود بذلت، ده معلوم انت عايز تقول بذلت، فشكرا باظت. Lots of efforts were exerted يعني بذلت to protect the wildlife لحماية البيئة from appearance، appearance الظهور، هو قال لك هنا من الانقراض اللي هو الاختفاء، يعني ممكن نقول extinction او disappearance، فدي كده باظت. اخر صفحة بقى. تسهم المرأة تسهاما كبيرا في تطوير المجتمع، فهي شريك في بناء المجتمع، تقوم بواجباتها وتحصل على حقوقها. أول واحدة woman cooperates greatly to prove the community، قال لك إيه؟ تطوير المجتمع، تطوير يعني improve أو develop، لكن هنا عمل لي prove يبقى كده باظت من غير ما نكمل. woman contributes greatly in developing the community، she is a partner in building the society، carries out her duties and gets her rights. الجمله دي كلها صح ما عدا حته ان دي. المفروض ان احنا نقول contribute greatly to، ما هو انت عارف ان كلمه contribute بيجي بعدها to، الفعل مضاف له ing، ما فيش contribute ان خالص، فدي كده باظت وهنسيبها للاخر. طبعا دي بروف كلمه كامله، شكرا. woman cooperated greatly to approve يعني يستحسن، فدي باظت. woman has helped greatly in developing the community، she was a partner in sitting، برضه sitting دي sit يعني يجلس، يعني sitting اللي هي بالاي يعني، فدي كده باظت. فانت ملاحظ ان دي كلها باظان ما عدا دي، فانت هتشيل ان حط مكانها تو وتبقى الجمله حلوه زي الفل وسليمه، وده خطا اكيد مش مقصود يعني، بس ما ينفعش يجي اخر السنه ونعمل اخطاء من دي. المهم the writer of persuasive essay، الكاتب اللي بيكتب مقال اقناعي بيحاول يعمل ايه؟ convince his reader to agree with his idea، يقنع القارئ ان هو يقتنع بافكاره. طيب give facts يدي حقائق about single topic، يدي حقائق عن موضوع معين، ولا make the reader do everything يعني يعمل يخلي القارئ يعمل كل حاجة هو بيقولها، ولا يحكي قصص وحواديت، كل ده ملوش علاقة بموضوع. في الإقناعي بيقنعك بفكرة. which of the following punctuated correctly، ايه من دول معمول له ترقيم صح؟ لو انا اقول لك يا علي اطلع بره، فراح اقول لك علي get out وراح حاطط نقطة، او اقول لك get out كوما علي واحط لك برضه نقطه عند الجمله الخبريه، فالراجل عامل لك علامه استفهام بوظها، عامل لك علامه استفهام بوظها، باقي معاك جوليا جيت اوت بس ما فيش كومه فباظت، يبقى دي اللي صح، عشان الكومه دي بتعملها بعد المنادى وقبل المنادى لو كنت في الاخر. طب اللي بعدها السكند وورلد وور توك بليس ان ذا، بص بقى انت عند ان ذا انت بتقول ان ذا كانت كام 1940s او ان 1940 من غير اس، خد بالك من الاثنين دول، والراجل مديك هنا زي، بما انه قال لك زي يبقى 1940s لرقم بي. اهوك اللي هو جمله الخطاف ديت ممكن تكون اكسكليميشن وفيمس كوت برضو ممكن تبقى كوت، لكن طايت العنوان تعمل عنوانين اثنين في القطعه نفسها يبقى كده لا. خلصنا الحمد لله يا جماعه الامتحان ده، الامتحان رقم 2 زي ما اتفقنا ان شاء الله رب العالمين، كل يوم فيديو امتحان يعني، ان شاء الله مش هنام غير لما اعمله، ولو نمت هصحى بدري زي النهارده كده، فانا نمت وصحيت بدري عشان اعمله. الفيديو ده هيكون جاهز كل يوم، لو سمحت ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة، اشترك في القناة لن يضرك اكيد يعني، اكتب كومنت كده بدعوة حلوة، اي حاجة انت حابب تكتبها. اتمنى لكم التوفيق. الفيديو ده انا حاولت ان انا اجري فيه بسرعة شوية، الفيديو الحمد لله 34 دقيقة، الفيديو بتاع امبارح كان 54 دقيقة، فواحدة واحدة كده هنقلل في الوقت يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.